صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف؟ من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف من هم يجوز قتلهم؟ يعني في الجهاد لا يجوز قتل أحد إلا بالجهاد، جهاد في سبيل الله يجوز قتلهم. أو المعتدي الصائل الذي يصول على الإنسان يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد حرمته، فله أن يدفعه ولو بالقتل، فلا يجوز القتل إلا بالجهاد أو دفع الصائل. ومن الصائل الخوارج والبغاة وقطاع الطريق، كل هذا يعدون من الصائل. نعم.